طبعا العمليه سر نجاحها ايه؟ ان انا ما بعملش العمليه لاي حد. انا بعمل حاجه اسمها البريدكشن تيست. البريدكشن تيست ده يعني اختبار تنبؤي. ودي حاجه لاول مره تتعمل في الجراحه. احنا الحمد لله بنعمل عمليه في اي، يعني احنا عندنا كذا عمليه لسرعه القصف، كل واحده ليها بريدكشن تيست. البريدكشن تيست ده ببساطه ايه؟ انا بعمل فحص المريض في العياده ما فيهوش اي تدخل ولا هعمل اي حاجه، فحص عادي جدا او استبيان، بعرف منه التاريخ المرضي بتاعه. وبقول له وفقا للعمليه تنفعه ولا لا. لقيت البريدكشن تيست بيقول ان هو هيستجيب للعمليه، بعملها له على طول. 90% من المرضى من غير ما افحص حتى بعرف ان هو بيستجيب وعمليات على العجلة. هو ده سبب سر انتشاره. اقل من 10% استجابتهم على العجلة غير مرضيه. يعني ايه؟ يعني انا عندي ممكن مريض عنده مثلا الزمن نص دقيقه، جيت عملت له الاختبار بتاع العمليه لقيت انه بعد العمليه مثلا في حدود 5 أو 6 دقائق، هو مش مبسوط بخمس دقائق، عايز يبقى ربع ساعه ثلث ساعه نص ساعه. في الحاله دي هعمل له عمليه اخرى، عندنا حاجات ثانيه ممكن نستخدمها. يبقى اذا القصه مش انها مش ناجحه، ما هي ناجحه بالنسبه لي، ما انت 2.5 دقيقه لست دقائق دي بالنسبه لك كطبيب ناجحه، لكن هي بالنسبه للمريض مش مرضيه. احنا نقدر نتحكم في مقدار الزياده عن طريق اختيار نوع العمليه. واختيار نوع العمليه برضه بيعتمد على البريدكشن تيست او الاختبار او الفحص، يعني مش رغبه مطلقه من الطبيب او من المريض، هي لها سيستم بنعمله عشان تاخد افضل نتيجه. ليه؟ عشان تاخد نتيجه كويسه لازما مش نعمل الصح، لازما نعمل الاصح. القاعده عندنا اللي عملت الاسم بتاعنا، ليه تعمل الصح؟ لما ممكن اعمل الاصح. انا في عندي حاجات كتير صح، ولكن انا عاوز اصح حاجه فيهم عشان المريض ياخد افضل نتيجه ممكنه. الجوده ما بتجيش ببساطه. البرفكشن از ميني سمول ثينجز، يعني اتقان اشياء كثيره صغيره، حاجات كده جمعها زي البازل عشان توصل لصوره كامله كويسه. المريض عشان نديله نتيجه كويسه بنعوز نفحص كذا حاجه ونهتم بكذا كذا حاجه ونراجع كذا حاجه، بحيث ان انا عارف ادي قرار. المشكله مش في ان انا اعمل عمليه، العمليه ما احنا قلنا ده 1 2، المشكله عمرها ما كانت في اجراء العمليه، المشكله في القرار هتعمل المريض ايه؟ هعمل له عليها عجلان ولا عليها عجلان 2 ولا كذا ولا كذا ولا كذا؟ هدخله جراح اصلا ولا لا؟ القرار هو الصح. ليه؟ القرار لو اتعمل صح كل ما اتبنى عليه يبقى صح، والقرار لو اتاخد غلط كل ما يتبنى عليه يبقى غلط. ببساطه عمر ما كانت العمليه مهاره جراح ولا قلب جراح ولا جرأه ولا كل الكلام ده مطلوب وما نقدرش نتكلم فيه، ولكن الاساس هو القرار والتشخيص السليم. احنا لازم نشخص المريض، نتاكد من السبب اللي عنده، نتاكد في اسباب اخرى ولا لا، نعمل بريدكشن تيست تعرف هيستجيب للعمليه ولا لا. العمليه طبعا اثبتت نجاحها، طبعا بقى لها 13 سنه بتتعمل الحمد لله رب العالمين. بقينا بنعملها دلوقتي مع مرضى الدعامات، يعني اللي بيعمل دعامات دلوقتي طبعا ممكن يكون عنده سرعه قصف او مده عاديه. مثلا واحد عنده القصف بعد دقيقتين ثلاثه ومركب دعام، مجرد ما بيقصف بيكمل بشكل آلي عشان يرضي الطرف الاخر، وخلاص بالنسبه له مفيش متعه بعد القصف. خلاص زي الانسان الآلي مش حاسس باي حاجه بس بيكمل عشان يرضي الطرف الاخر. طبعا هو بيحس ان هو يعني ما استفادش بعمليه الدعام، يعني هو مركب دعامه المفروض بتدي له اتصال 24 ساعه يوميا لو عايز، لكن هو يستفيد منه بدقيقه او دقيقتين؟ لا طبعا، بنعمل له العمليه دي معاها بتاخر المده جامد، فيقدر يستفيد بالدعامه استفاده كبرى. فطبعا عمليه علاء عجلان يعني كانت حل جذري وثوري في يعني علوم سرعه القصف.